وده اللي خلى كمان الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الأستاذ حمدي رزق في مصر اليوم بيقول ليس دفاعا عن الخطيب. وأقول لكم جملتين من مقالته الرائعة. بيقول حمدي رزق: التنكيت والتبكيت على الخطيب ومجلسه دخل في مساحات ممجوجة، ليس هكذا يعامل الكبار، والأهلي كبير ومجلسه يعبر عن قيمة الكيان، والكيان قائم على أعمدة راسخة، عمودها الرئيسي جمهور الأهلي العظيم، سر المكان التي حفرت للأهلي اسمه بين الأندية العالمية. ويستمر حمدي رزق في الحديث عن قيمة الأهلي وعن دبلوماسية محمود الخطيب الهادئة ورفضه دائما وأبدا الرد على كل ما يناله من تجاوزات وتطاولات. ده كان أبرز ما لدينا في الغربال. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها.